السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. فيديو جديد لمرتضى منصور بيقول لك بيعتذر فيه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولا اعتذر ولا بتاع، يعني هو كان هاجم. انت مين يا مصطفى؟ شفته زي ما انت شفته، انت مين يا مصطفى مدبولي؟ انت كنت الزمالك، كنت بقبضك، كنت مش عارف ايه والكلام ده كله. وزي ما حضراتكم شفتوا الفيديو برضو، بعض من حضراتكم علق على الدكتور اشرف صبحي. للاسف الشديد مرتضى منصور بيعامله، والدكتور اشرف صبحي بيتعامل مع مرتضى منصور على انه موظف عند مرتضى منصور. منظر اللي بيشوفه المفروض وزير جاي عشان هو يقص الشريط او يفتتح او مش جاي يمسك الشريط لمرتضى منصور عشان يفتتح. مش بس كده، الطريقه اللي اتكلم بيها مرتضى منصور عن اشرف صبحي تحس ان هو جاي بيشيله الليله. انت يعني ايه؟ انت وزير جاي لما اتكلم عن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما جاش وبتاع. وطبعا الدنيا بحالها اتكلمت، وفي ثانيه اشرف لما كان بيتكلم عن مصطفى مدبولي رجع اشرف صبحي بسرعه لما سمعه بيهاجم مصطفى مدبولي، حس بالاحراج. والوزير رئيس الوزراء هيقول له انت ازاي انت تهاجم او حد يهاجمني او يتكلم عني بالطريقه دي وانت موجود؟ فرجع. وقلت حضراتكم الجزء السابع قالوا رجع ليه؟ ما قلنا له روح خلاص. نفس زي ما قلت حضراتكم، هو بيتعامل معاه كقيمه معينه كانه موظف عنده في نادي الزمالك. مش بالفعل هو كان موظف في نادي الزمالك، طيب مصطفى مش قادر ينسى ان هو وزير، وبرضه الوزير ممكن مش قادر يتأقلم ان هو اصبح وزير، يعني يتعامل هذا البروتوكول والوضع المهم. الناس كلها اتكلمت عن مرتضى منصور وقال لك ازاي والدولة وإهانة، وانا قلت عادي يعني مش جديدة، ما حصل قبل كده مع شريف اسماعيل واتكلم عنه عن مكان ماسك وزير البترول وقال لك عين وزوجته عينت اهلها والكلام ده، وقال لك انا السيسي ازاي اختار شريف اسماعيل ولا ومش الكلام ده كله يعني. ومحدش علق على فكره على وقت مرتضى وقال لك هو حر ونائب وبيتكلم وبيتناقش فقصه مصطفى مدبولي مش مزعلاني او مش لكن اللي مضايقني حاجه هنا، انه لما اتكلم عن اشرف صبحي قال لك ايه؟ اشرف صبحي قال لنا رئيس الوزراء في اسكندريه وهو جاي مندوب عنه. فبيقول بنفس النص كده، طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ لو قلت كده من الاول ما كناش اتكلمنا. يعني ما قلتش كده من الاول، عايز يشيل الليله والهجوم وسبب الهجوم على اشرف صبحي على مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي. شيل الليله يا دكتور اشرف صبحي، انت السبب، انت اللي ما اعرفش مرتضى، ثم انت رايح بصفتك وزير ولا مندوب عن مجلس الوزراء يعني؟ اما انهم كيفوا الامور كيفما شاءوا هم احرار، لكن شكلنا وشكل الحكومه وشكل البلد غير جيد. مرتضى منصور يقول لك كنت بوجه رساله عتاب بعاتب الدكتور مصطفى مدبولي، اللي حصل ده عتاب؟ انت مين؟ تقليل من شانه، ده رساله عتاب؟ انت مين؟ كنت شغال هنا في نادي الزمالك، باب الرئيس مفتوح 24 ساعه، انت مين؟ كررت انت مين كذا مره باسلوب ده رساله عتاب يعني؟ هم احرار، المسؤولين يتهاونوا في حقوقهم، يقبلوا على نفسهم، الوزراء هم احرار، لكن انا عايز اتكلم كلمة مهمة جدا جدا جدا. ما يحدث من تمييز لأحد الأشخاص أو تفضيل لأحد الأشخاص أو السماح بالتجاوز أو تجاوز أحد الأشخاص تجاه كل الناس، سواء وزراء مجلس وزراء، سواء رؤساء أندية، سواء لعيبة، سواء شخص عادي، بيخلق نوع من أنواع الكفر بالانتماء لهذا البلد. هل المسؤولين عن الوسط الرياضي، خلينا في الوسط الرياضي عشان ما نطلعش عشان ما نروحش هنا ولا خلينا في الوسط، هل المسؤولين عن الوسط الرياضي ومجلس الوزراء واشرف صبحي الاخر دخل او مصطفى مدبولي دخل في القصه يعني، هل قاصدين ان الشباب او الشعب المصري يكفر بالانتماء لهذا البلد؟ اضرب لحضرتك مثل بسيط صغير كده في القصه اللي انا عايز اقولها. ام عندها ولدين، بتعامل واحد افضل معامله، اللي مجرد انه يشاور على حاجه تجيبها له، اكله نفسه بتعمله، لبسه اللبس اللي نفسه بيعمله، كل يطلب منها فلوس، كل حاجه مدلعاه 24 قراءه.
وابنها التاني ابنها مش ابن جوزها ابنها، تطلب منها حاجة مفيش، عايز اكل روح، عايز البس ما معناش، معاملة سيئة جدا جدا جدا. ايه رأيكم نظرة الولد اللي هو امه ما بتسألش فيه ده تجاه امه، او احساسه بامه هيكون ايه؟ هل هيموت فيها عشقا؟ هل هيحبها؟ هل مش هيحس بغضاضة او بغصة تجاه امه في نفسه؟ هذا ما يحدث بالظبط. ومفيش حد بعد كده يلوم الشباب، على الرغم برضو بأكد هي مصر مظلومة، والله مصر مظلومة. اللي بيمثلها مجموعة من المسؤولين، خلينا في الوسط الرياضي، انا بتكلم عن الوسط الرياضي على فكرة عشان محدش ياخدنا في سكة تانية، او لو عايز تعمم عمت حر، لان هو الموضوع مرتبط باشياء كثيرة يعني بخصوص هذا الشخص. ايه اتجاه يعني؟ هل وزي ما قلنا مصر مظلومة لان مصر ثابتة والمسؤولين ايا كان مراكزهم وكان اساميهم متغيرين، هما بياخدوا قرارات نيابة عن مصر او باسم مصر، لكن في الاول وفي الاخر في النهاية ما بيبقاش فيه انتماء بسبب عدم المساواة، عدم المعاملة بالمثل، بسبب تمييز شخص عن شخص، بسبب السماح لشخص ان ياخد حق شخص اخر، بسبب السماح لشخص ان يتجاوز في حق شخص اخر. في النهاية بتطلع جيل مشوه بياخد حقه بدراعه كأننا في غابة صوت العالي، بتطلع جيل مش منتمي، ما عندوش انتماء لوطنه. حد يقول لك انت مكبر المقاهي يا حبيبي، يعني ايه هو يعني 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 ايه حد يتعامل احسن مني في بلدي لما بلدي او تميز حد زي ما يكون هو الناس كلها شايفاه طلقينه على الناس كلها انه يهاجمه؟ ايه ايه الفكره؟ والله لو المسؤولين قاصدين ان احنا او الشعب ييأس من هذا البلد ولا يحب هذا البلد مش هيفعلوا اكتر من اللي بيفعلوه دلوقتي من تمييز الناس. انتوا مش حاسين، انتوا مش شايفين الناس، انتوا مش سامعين الناس، انتوا مش حاسين الناس شايفاكم ازاي؟ انتوا مش انا بتكلم، معلش سامحوني بقى. اللي بيحصل ده اتكلمنا وقلنا قبل كده انه ما حدش يقول لي مسؤول في الدوله مش، لا شايفين ده الوزير سمع وجه جاري قال له عيب اللي انت هتحرجنا، ده انا جاي مندوب عنه راجل في اسكندريه قدام الوزير، قدام الوزير لسه ما ركبش عربيته، الوزير سامع المايك بقى وبيتكلم، الوزير سامع رجع، والوزير رايح ينبهه، ده المفروض الوزير يتخذ معاه اجراء في حاجه اسمها قانون رياضه. قلت قبل كده في قانون الرياضه، في ماده في قانون الرياضه انه من يتجاوز في حق المسؤولين عن كذا وكذا وكذا في معاقبه بالحبس وفي معاقبه عن ممارسه النشاط الرياضي او التقرب لاي ما. انت فين؟ هو انا مقضيها بالحب، انا مقضيها بالحب. لو واحد تاني هنعلقه من ودانه اقسم بالله ما هيحلوا عنه، مش هيحلوا عنه. لكن تيجي لحد الاستاذ مرتضى منصور، لا معلش نقضيها بالحب بقى، احنا عارفين الدنيا في ايه، معلش يا استاذ هنعمل ايه؟ طيب عديها المره. وبعدين بيقول لك ايه، خلاص بس اعمل حسابك مع معالي رئيس الوزراء، ايه المشرف محلب جه وشريف اسماعيل جه ووزير الوقت ما كان وزير الاسكان مصطفى مدبولي جه نادي الزمالك، فجماهير الزمالك زعلان يقولوا لي ما بعتلوش دعوه ليه؟ لا بعت لك دعوه، انت اول دعوه انت، فاحنا دي رساله عتاب، وقالت اول ما تيجي من اسكندريه تزور بقى نادي الزمالك عشان الجماهير زعلانه منك، ده ناديك ده ناديك. نحن الواحد تعب من المهتيه وتعب من وبرجع تاني واقول اوعوا حد يفكر او يكون عنده امل ان القصه هتنتهي عند هذا الحد. لا لا، مرتضى منصور مش ماسك على حاجه حد، الناس كلها بتقول لك مرتضى منصور ماسك سيديهات على، لا يا سيدي، مرتضى منصور مرحله وهتاخد وقتها زي ما كل حاجه في حياتنا مرحله وهتاخد وقتها. الحلو هياخد مرحلته ويعدي، والوحش هياخد مرحلته وتعدي، وهيجي في يوم من الايام لا يصح الا الصحيح. هنلحق هذا اليوم؟ ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، او مش هنلحقه، المهم انه هيجي جيل هيلحقه. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.